ويما حاجه مسلمه ما عندهاش بزاف من اللي ماتت، مسلمه حاجه، هذه اسمها قف المحصنه في الاسلام، عليها الجلد 80 جلده شاك فوا سبيتها. مي اسكو ننتظر انت واحد كيما انت جاهل يهضر هادشي؟ بكري كانوا ادم كان فيه 70 نهضه، بيان سير كونو. بالنسبه لي انا شفقه، انت يا كي نسمع كلامك واش كنت تقول، وكل تعديت على الله نتاعك، القران تعديت على الرسول واش يقول لك، تعديت على كلش، كاع القيم نتاع الدين نتاعك في القران في السنه في الاجماع كلهم، الكلام اللي كنت تقوله ضده. باسكو انا قلت لك لو كان انا حليت لك بايزم مود دوك القطع وحاجه زوجها غريان صغير، باسكو الكلام نتاعك اللي يقولوا والدري صغير 5 سنين مستحيل يقولوا راجل، باسكو كل راجل تحل الكاميرا تاعك وتعاود الكلام. اسكو تقدر ديرها؟ بيان سير كو ما تقدرش ديرها، هذا ولد صغير يقدر يقول هذا الكلام حبيبي. اما لا تخبى وقول كيما هكا انسان جاهل، ربك يعني طالع ما حشمش 1600 واحد قال لك بكري كان ادم كان فيه 31 متر. فهمي هو بالك جوست جو في ريزومي باش ما تتحشلكمش، يعني كاين مام كاين مام اون ايتود جابها بالك مام مينا كانت تما جابها واحد تاع الجاليه اللي راهم في فرنسا، جاب اون ايتود زعما باش يبرهن باللي بكري كانوا يبلغوا بكري، شغل كانوا يبالغين يبلغوا بكري، سوف كو ليتود هذيك اللي جابها جات ضده وما فاقش وجاب ان غراف. كاس كون كونستاتي اون كونستاتي باللي البنات باغ اكزومبل تاع اليوم هما اللي يحيضوا بكري على البنات تاع بكري. سكي فو دير اليوم تلقاها بار اكزومبل كيما في السعوديه الحيضه الاولى اون موان تجي لهم 13.5 هكذا، في التسعينات كانت تجي لهم في واسمو 13.26، وبكري كاع تلقاهم في 14 15 سنه 14 15 سنه. دونك راهم يكذبوا هذو اللي يقولوا لك باللي بكري زعما راهم يحيضوا بكري وراهم عندهم موستاش وعندهم وي. كان سيدنا عيسى، سيدنا عيسى غير تولد كان يهضر، غير تولد بدا يهضر، فهمتوا؟ اما الاخرين نو، العلم يقول لك لو كونترير، يعني اختاروا جهل مقدس يا رب، والله جهل مقدس. بكري كانوا سي انك خويا السلام عليكم. واش مي ابو شراك؟ عندك الصوت خويا، راني قلت لك الخطره اللي فاتت كي تحب تطلع معايا من فضلك سقم الصوت تاعك. اللي حبيت يطلع معايا من فضلك ما تقدرش تكون في السوق ولا في المارشي ولا تعيط لي ولا في القهوه ولا في لايف في 1600 واحد. وي حميد. السلام عليكم اخي الكريم. وعليكم السلام. وكنسلم على جميع الحاضرين معك. المسألة هي المسألة آدم وهذو كانوا كيعيشوا أخويا بالطبيعة وبالناتورة، حنا اليوم ولينا بحال الدجاج الأبيض كنعيشوا بداك الشيء اللي كيصنعوا لينا هما. معليش يا حميد باش نروحوا ديرك الموضوع باش ما نطولوش، ما هو شكل الأرض بالنسبة لك أنت؟ وأخويا اش غادي نقول لك، العلم عند الله، ولكن هنا في القرآن كيقول لك يكور الأرض. كيقول لك وكل في فلك يسبحون، يعني كل هذاك الشيء العلم عند الله اخي. بركي لا الشمس براسها ما وصلاتش، غير كيكتبوا علينا كيخرجوا لنا هذاك الشيء اللي احنا ما عندناش باش نتحققوا منه. هايك والله فينا ماشي واقع، ولكن ما عندناش باش نتحققوا منه. هايك ربما انا كنهضر على داك الشيء البسيط ديالي انا اخويا. انت مسلم؟ مسلم. البخاري تعمل بالبخاري ولا تعمل شيء؟ غادي نقول لك اخويا، شوف انا انا حتى العشر سنين هذه كنت كنشرب كنت كنكمي كنت، ولكن شي حاجه من الله فيقاتني وليت كنحس عندي احساس جميل بان الله موجود. ما 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 ماشي من المساله ديال المسجد، ماشي من المساله، ولكن مساله ايمان وتقوى بان الله موجود. وين والبارح كنت نجري وشريت صباط، ومن بعد رحت الحشيش ورقت وضربت فيا السمش، بعد خرج القمر، ومن بعد واحد الواد، ومن بعد رحت نجري، ومن بعد الاسترالي، ومن بعد الارجنتين، ومن بعد ميسي، ومن بعد تليفون، ومن بعد بيرا، ومن بعد راديو. انا سقسي فيه على حاجه ويظل يقول لي انا يا رباك، انا سقسي فيه على حاجه ويقول لي سبعه سبعه اللي حبيت يطلع يا جماعه رقم سبعة. ترقص وعي جدتي كانت تقول لي ما نديرش خير. ومازال يقول لك يكوروا، مازال ظانين باللي راه يهضر على الكره.
شوفوا التفسير يا ناس، شوفوا التفسير. يكور عندك مام آية تسمى آية التكوير، سورة، سورة التكوير. التكوير هنا يا معناته الحجب، هذا مكان ماشي يكور شكل الكرة، ماشي كيف كيف. حوسوا شوفوا التفاسير تاع الطبري وابن كثير وكلش، تقراوها. سبعة سبعة اللي حبيت يطلع يا جماعة. أمينة اللي حبيت يطلعي كاش واحدين يكتب رقم سبعة. لا رقم واحد. عندك الصوت أمينة. هذه شمولة ولا أمولة ولا؟ هذو اللي ما عندهمش متابعين. أو اليوم الحس عندي يا سبعة خو. ما كاش مشكل ما تعرف. أي عندي سواري بيجاما. عادي عادي غير بشوي. عندي سواري بيجاما. وي حمار. السلام عليكم. ديكتاتورية تاع الدراري. وازي وازي. اكزاكتومون. السلام. الطفولية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا ميوبلا. والله حبيت نجاوب هذا على شكل الارض. هي يعني الناس ما يشوفوا فيها مسطحه خاوت المسلمين فوقهم شويه. هي مسطحه يعني باللغه العربيه، يعني ماشي كما نقولوا حنا مسطحه زعما بلا. مسطحه يعني باللغه العربيه المعنى تاعها مهيدت وبسطت، يعني الارض مهيدت. يعني وهذا التمهيد وهذا التسطيح ما يتحققش الا لما يكون شكل الارض كروي. هذه بالنسبه لي. بالنسبه للاخر عندنا في القران الكريم ربي سبحانه قال لك والارض بعد ذلك دحاها. معليش هكذا حبيبي، معليش نكمل. واش المعنى تاع دحاها؟ نعم، ما معنى دحاها؟ يعني كاين جماعة بزاف هما بكري كان بكري في الدول العربيه في 1500 في دقيقة في 1579 واحد يقول فرانسيس ديك. وعندك مشكلة في الانترنت؟ أنا جاي أنا جاي. لا لا مليها الانترنت، مليها والله تقعر. هو نستقبل الانترنت أقول عم نطلع خويا. وي مون لايف فو مونتوني. وي مدام تفضلي. وي بونجور. Je peux pas trop parler, je suis désolée. De base, je suis musulmane et à cause d'une maladie mentale, j'ai été maltraitée par des raquets par ma famille qui sont très religieux et je voulais juste vous remercier de tout ce que vous faites parce que vous... Vous m'entendez ? Bien sûr, ma chère. Oui, parce que vous nous aidez beaucoup à... Enfin, vous réveillez les gens, en fait. Et voilà, je suis désolée, je ne peux pas trop parler, mais je voulais juste vous remercier et vous dire que vous donnez du courage à beaucoup de gens. Voilà. Tu es musulman ? Oui, et je ne suis pas vraiment molhida encore, mais j'ai des doutes. Et voilà, en fait, il y a des choses que je ne connaissais même pas avant de vous suivre, vous. Je vous ai connue grâce à Maria Mori, et il y a Jack Le Fou aussi, et... Voilà, donc merci. Voilà, je voulais juste dire ça, je suis désolée. Tu veux pas, tu es dérangée, tu peux pas partager avec nous. Je peux pas trop dire en fait. C'est à cause d'une maladie. Je suis désolée, c'est une question de sécurité. Et à cause du fait que je suis tombée amoureuse d'un mulhid aussi, qui m'a aussi réveillée. Et voilà. Du coup, j'ai encore des doutes, mais... Mais est-ce que ça va maintenant? Est-ce que maintenant, est-ce que tu vois un psychologue ou un spécialiste? Oui. C'est une maladie, je ne peux pas trop dire, mais c'est une qui, j'avoue, fait très peur et qui ressemble surtout à quelqu'un qui est, j'aime pas être souvent, mais possédé. C'est pour ça que j'ai souffert beaucoup, mais maintenant, ça va. J'ai trouvé un médicament qui m'aide et je vois deux psychologues, mais... Ça va mieux. Et voilà. Ça fait longtemps que tu as fait Non, pas beaucoup. Je connaissais la personne avec qui j'étais dans une relation. Et je vous ai découvert il y a vraiment quelques semaines. Donc, voilà. Et merci beaucoup aux commentaires aussi. C'est très gentil. Et voilà, je voulais remercier vous. Et vous m'avez donné beaucoup de courage. Voilà.
J'aurais jamais imaginé que je serais en train de parler de ça, mais voilà. Merci Merci. ma chère, merci ma chère. Quand tu seras prêt ou tu voudras t'aller avec moi, c'est le live ديالك بنتي. Ou même en privé, si tu veux partager ou là tu as besoin d'aide ou quoi. Si j'arrive, il a قدرت نعاون نعاون ماكاش مشكل بنتي. L'essentiel, شوفي, pour le moment, لازم تشوفي صحتك. ترتاحي هي الاولى، تشوفي دي سبيسياليست وبشويه بشويه، ومن بعد كي تكملي هادشي تماك تقدري تحكي. ما في ما كاش، خدي وقتك وما تتقلقيش برك. فوالا، شكرا ميرسي ما شكرا شاء merci beaucoup pour votre compréhension merci الله. جو جون مع بريم، السلامة ميرسي على الكونفيونس ويعطيك الصحة بنتي. merci ايه وي، استغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وزول زعما سبيسياليست مخابرات. وي مهدي، على بالنا باللي عندك بيسي. كنت ما في، اسمحوا لي شوي، ما شفت. فاتسوس، على بالنا باللي عندك كمبيوتر. كنت ما في دوكا. 5 على 5. الو 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 الو، ما شفت باللي طلعتوني. جيت باش ندير ام تي تيموانياج، صافي لونطون حبيت نطلع معاكم. ما كانش عندي لو نومبر دابوني سوفيزون، مي جو سي با كيفاش دوكا قدرت. بون، زعما طلعت في لايف، شو ان بو ستريسي. Je veux juste parler de ce que j'ai vécu en France. Honnêtement, la religion a dit c'est légal en France, et ça m'a vraiment détruit. Ça m'a vraiment créé des problèmes psychologiques que l'homme m'a zanni en rqafihom, m'a zanni rani nsiyin bara minhom. Comment dire, j'ai vécu dans une société où kanou la famille taï, la société taï, que ce soit flemsed, que ce soit sahabi, ga kanou disons presque des extrémistes quand nous bzaf jugé on à le fait que les ana jamais amnt bha jamais dkhit li fras. J'ai trouvé ça que c'était irrationnel, j'ai trouvé que c'était pas logique, j'ai trouvé que vraiment quand trouve fini bzaf, parce que quand كنت صغير كنت نروح للمسجد كانوا يحكونا غير على عذاب القبر، على الاخره، على مسيح الدجال، على فايس هكذا السحر ايتترا، و ça m'a vraiment choqué. Et du coup j'ai témoigné ce soir. À ce que j'ai vécu, tout simplement. Bon, pour résumer un peu ce que j'ai vécu, bah, par exemple, quand par exemple, nous avons une dar ou là, nous je sais pas, nous avons une ou là, que nous parce que ma suis salé. ملي كنت صغير كنت نروح للمسيد، كانت لونسينيونت تاعي تعايرني وتحاوزني وتقول لي نتايا ماشي تي با ان انفون كومون دير تي با تي بريسك ان فوايو كاريمون، باسكو فوالا ما كنتش ننتيغري دي مو ريليجيو في الفوكابولار تاعي. ما كنتش نقول ان شاء الله، ما كنتش نقول بسم الله، ما كنتش نقول هاد العفاريت. و فريمون جي فيكو فريمون لونفير. اسكوزي مو شوي ان بو ايمو، باسكو j'ai jamais témoigné avec cette ouverture. J'aimerais juste narquer quelques mots d'anecdote sur les qui compte serait. Ça va un peu résumer l'état les comptes faire. Quand j'avais à peu près 10-11 ans, je fais juste l'examen de 6e où j'ai eu une note de bah, c'était sur 20 à quel moment j'ai eu une note de 10-11 sur 20. En bad bon les gars les camarades de classe étaient égal qu'un 12-16-17 où mes parents ont mal réagi par rapport à ça. عايروني قالوا لي بلي فوالا جو انت ما عندكش افنير، ما عندك تو بوغ ريان فيغ في حياتك ايتترا. و جي لي مال بري، جي لي مال فيكو هذاك جوجمون هذاك. سكو جي في ان فات جي ريكولتي شويه ان بو دارجون دو بوش و جي ديسيدي دو فيغي، خممت نهرب من الدار كاريمون باسكو جون افي ما يافي هذاك ليفينمون بلوس يافي بوكو دو شوز. ما كنتش ايبانوي في لونفونس تاعي. كانوا كاع الناس كانوا اوستيل معايا، كانوا كاع الناس ميشون معايا باسكو لو في لي كنت ديفيرون عليهم. ومن بعد خممت نهرب من الدار، خرجت من الدار نشفى سيتي فيغ 10 11 تاع الصباح، قعدت برا حتى وين بدات تطيح الظلمة. ومن بعد كي بدات تطيح الظلمة جور خفت، جي بخي هاديك لارجون دو بوش، رحت عند شي ما غرومير عند ماني نشفى،
جي بخي البوس كي وصلت عند ماني فوالا شافوني جاي تو بون زادو عيطوا عليا زادو شغل وما كوم جيفلي ان بو جبدوني مدني ايتترا ومن بعد كامل داروا عليا حبوا يفهموا واش وعلاش جي في سا جيسيي دو لور اكسبليكي مي بون كنت صغير ما كنت نعرف نهضر وواحد ما حب يامنني باسكو عندنا هذيك طفل صغير اوتوماتيكمون ما يعرفش كيما الكبار ومن بعد نشفى بلي نطقت خالتي قالت لهم فوالا جونغ سي با نورمال يدير عفايس هكذا الي فورسيمون مسكون دونك يا با دوت زيكسبليكاسيون كو سا كاس كيز اون في اون بعد عيطوا لان امام ان امي دو لا فامي عيطوا له جا اي سي تنفيرمي معايا في اون شومبر وقال لي فوالا قال لي الكومبورتمون تاعك ني با نورمال قال لي نورمالمون واش يقولوا لك مالك تو دوا لي ريسبكتي طيحهم وتو دوا تسوميتخ ا او وقال لي فوالا جو عندك دو شوا سوا ترجع لداركم كوم سي دو ريانيتي سوا جو في ديكلاري بلي انت مسكون راك راكبك جن ولو كان جو في ديكلاري سا نديرو لك الرقيه الشرعيه وبدا يقول لي فوالا جو on va te frapper, on va te t'électrocuter, on va te faire ce genre de choses. Parce que voilà, en fait, le djinn, il a la douleur qui monte, ou la zmi khorj, etc., etc. Donc ça m'a un peu traumatisé, ou j'ai le dar comme si de rien n'était, ou ça n'a rien réglé de ma vie. Hadis, c'est une petite anecdote par rapport au chach qui consérer. J'étais rejeté par ma famille, j'étais rejeté par mes amis, j'étais rejeté par le msid. كنت عايش في une angoisse pas possible, une tristesse pas possible. كنت داير في بالي بلي جيتي فريمون انا هو الفوتيف اللي ما كنتش نامن في هاد الايديولوجي جامي دخلت لي في الراس كنت نقول علاش نعيشو في الخوف علاش لازم نخافو علاش لازم اون رومي با اون كيستيون هاد لي كرويونس ما جامي دخلت لي في الراس جيتي فريمون راسيونال كنت نشوف لا تيلي كانوا عندنا دي شان فرونسيز كنت نشوف لا ديفيرونس تاع لي دو سوسيتي و فوالا دونك شو ان بو ايمو جي با ما عنديش بزاف لي زيدي اليوم باش نحكي بوكو دو شوز مي جوست ان بيتي ريزومي فوالا وعندك هاد لي زامي تاعك ولا اللي بارطاجيت معاهم هادشي ولا تخاف تبارطاجي لو كان جديكلار بلي فوالا ما نامنش ولا جو تروف كو ولا نكريتيكي شويه برك هاد لا ريليجيون سا فا ات غراف جون فريمون كنت خايف جو مي في روجتي بلوس كو سا كنت parfois نروح الجامع نصلي كنت parfois نبراتيكي لا ريليجيون جوست هكذاك برك باش ما يحاوزونيش باش يكملوا يهضروا معايا باش ما نلقاش روحي وحدي ولو كان بارطاجي نحكي لا فيريتي سكو جو بونس معاهم با سافا سا اوري ايتي بير باسكو با تي با شحال عندك 26 ans 25 ans 24 ans نو عندي 29 ans 29 ans اوكي والا اليوم جو ديكوفر باسكو بكري كنت نتبع شويه لي جون كي ميليت كيما نتوما جو دي يوتيوبر سوا قصي بيطار شريف جابر ايتترا مجيدو كاشا بي افي جاك لوفو فريمون سي لي بروبو تاعو سيتي تالمون لوجيك اي تالمون راسيونال كو سا ما كوم سي كوم اون ثيرابي و جو بونس با كو شوي لسول ا ريسونتير سا ميم انت ميهو جو فرانشمون Pour décrire ça, disons que le petit enfant a d'être folle sœur, les mazal ou d'achlé ou mazal ou frustré ou mazal ou yubki à le passé tao, je ressens que pour une fois, il y a une genre ou l'aide bladi, les hadro la même langue qu'Emana, les hadro les partageurs ou le même sol qu'Emana, ils sont en train de défendre à d'être folle sœur contre les persécutions, les saraoulo qui qu'un sœur. Ou je sais pas si vous avez idée du bien que vous faites, mais c'est vrai côté militantisme, même côté psychologique pour beaucoup de personnes qui ont souffert de ça. Ou voilà, t'es comme ça, Habzef. Merci. Ou عندك بزاف تعرفنا. Jack, disons les débuteurs, ça fait quelques mois ou on t'a juste par la suite, donc disons ça fait 4-5 mois, mais on n'arrive qu'à moi. Ou كان على بالك بلي كاين بزاف جزائريين لادينين ولا c'était Je pense que quand à la balle, c'était évident que quand même beaucoup d'Israéliens l'ont dénié, mais on est silencieux. واحد ما يحب يهضر. Même هادوك لي En fait, j'ai remarqué que quand des gens les amenou chouya برك, quand les gens les خايفين, ils admettent à eux-mêmes, donc ils يقولوا لروحهم يكونوا honnêtes مع روحهم بلي ما يامنوش.
Mais voilà, genre, quand elle a balayé les cas désirés la dîner, mais je sais qu'on est silencieux, mon hadroche benatena, parce que voilà, c'est dangereux. Drafo, on se fait rejeter par la société. On a qu'un évoqué sujet, donc à mon je n'évoquais sujet, mais à la fin, il y a de tous les noms, les dates, mais parce qu'on est à l'étranger, donc on est au Canada, on est au Canada, on est au Canada, on est au Canada, راك ضعت ورجعت فوايو وما تبعتش الدين تاعك اللي هو الصح اتسيتيرا اتسيتيرا دونك على بالي اي تخي بيان ليسونسي راك مليح دروك راك بيان راك في كندا وراك ولا صافو راني بيان او دو موان ديزون كو دوكا حياتي جو بو لا فيفر كيما راني حاب جو متزوج فاهم ولا الدنيا نو ماشي مزوج نو عندي ان كومباني بصح ماشي مزوج شنو كومبان عندي صاحبتي بتيت امي ومسلمة ولا نو نو لي فرونسيز نو اعوذ دايوغ سي لا بروميير فوا ملي جيت لهنا سي لا بروميير فوا خليت كاع الزين الجزائري ورحنا لهذو الكفار هذو الفرنسا مي هو باش حبيت سي الدين انا شاك فوا جو مي سوي مي اون كوبل دو فوا في الجزائر و سا نا با مارشي على جال لا اول ريليجيون واه مهبليني بنات الى شباب تشوف نشوف مليح الى شباب الى شباب شويه انت وتعرف تهدر الهضره راك بيان تعرف تهدر الى شباب شويه هم مهبليني جزائريات في عايشين في كندا كافرات ما يقولوا لي ميهو بلا تعرف كاش واحد في كندا انا جي با اي لا شونس نتلاقى بهم مالوغوزمون ميم سي حوست بزاف ولي سول الجيريان اللي عاشرتهم سي دي الجيريان مسلمان واك تعرف لو كان تي با مسلمان سا بو با مارشي هيا خلاص يا مال انا قريب ندير لايفات تاع الزواج هي نقول له قسم تاع الكفار الجزائريين ميرسي خويا يعطيك الصحه وبرافو عليك وغير بشويه بشويه يعطيك صحة بتاتخ نعاود نولي نكون ان بو بلو سولاجي ان بو بلو ماتوس رلاكسي يجي نعاود جاك 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 لو فلوت عاود اطلع واحكي لنا ثاني ما كاش مشكل جاك لو فو داكور هيا ابطني مي هو باسكو جو سي با كومون فير يعطيك صحة باتسوسي باتسوسي ميرسي مون امي يعطيك الصحة كوراج كوراج طيب ما انا قريب نبدل الحرفة انا لقيت حرفة جديدة على سنة الكفر وين راحت هذه اش بيها هذيك بربر كانت معايا راحت جماعة اللي يحب يطلع بون مانيش عارف هذو كاع إذا كنت مزيرمون اكتب نيميرو سات إذا كنت كافر اكتب نيميرو أن سي فوزات مزيرمون اكخي نيميرو سات Si vous êtes, je ne sais pas, athée ou apostat, écrit numéro 1. Allah yahdikum. Ikhwani fil l'islam. Soufiane, je ne peux pas te dire, je ne peux pas te dire, je ne peux pas te dire. Nas. Nas, Nas, il veut mentir, non? Ah, ok. Ah, rahabi, vous en avez ça, Nas. A'oudi billah. Salam alaikum. Oh, Nas. Ça va? Très très bien mon ami. Non, c'est pas du tout. Ah, Salam alaikum. Salut. Pekka. Yalla, hani kabar tkay. Aya, ndiru zina. Ndiru huwa la. Salut. Ma'ana l'moumati l'masis. Zin Ça va? Vous allez bien? لا بس واش راك صافا؟ صافا تخي بيان حبيت ندير واحد لا بيبليسيتي اذا تسمح لي ميو بيان سور بيان سور كيفاش نقلب الكاميرا اصبر شو ايوا مس يسرك حاب نحي لك النواظر مابقاش مشكل لها ما عندك مشكل غير نحبوا نديروا النواظر هكا باش نشوفوك تبان لنا شاب يسرى بالفيك بروفايل تبان لنا شاب على بالنا اوه اعوذ بالله هاني هنا مليح دونك سا سي الانترفيو تاع ميهو راح تخرج ديمونش ان شاء الله ا 17 في لاشين هادية ميوز اكس ميوز من بعد يا اون دوزيام فيرسيون دوبلي ان فرونسي sur ma chaîne à 18h40 donc c'est au choix mais bdzeria راهي في فلاش ان هادي ميز اكس ميز هادي جامي مديت انا يا انترفيو هادي لا بريمير فوا اكسكلوزيف
شحال عطوني قريب مليون دولار باش مديتها. شوفوا السي ان ان كلهم قالوا لي نو، وسيلة هذه المرة الوحيدة اللي مديت انترفيو ما نكذبش عليك. بورتو عرضوني بزاف دي فرونسي ما نكذبش عليك، اللي عرضوا جاك بزاف فيهم رسلوا لي ميهو بسيل تيب لي رواح، مي قلت لهم نو، هذه أول مرة وآخر مرة. Et comme vous voyez, mes hubs sans lunettes. Voilà. غادي نحكي لكم، وغادي نحكي لكم انا باللي مسلم في الحقيقه، وغير غير نترشق بالناس اللي راه حاب يسمع يسمع. اما لا ديروا متابعه و... هاي لاشان ميز اكسنت، غير 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 ثبت الكاميرا باش تبان. سون كومبا Le titre, c'est son combat pour l'Algérie. ميرسي. الناس وصي اللي حبيت يتبعوه هو في راه يدير لا تراديكسيون تاع لي لايف توعي، هادو اللي اون غاب يديرهم اون فرونسي، كاين بزاف ناس يتبعوه يحبوا يسمعوا واش يصرى عندنا هنايا اون فرونسي. فرونشمون سي حاجه اللي يديرها اكسترا، باسكو باش تترجم اللايفات نتاوعي بالدارجه وبالغليزانيه ترجمهم للفرونسي ولا لغه واحده اخرى لازم تكون حاله خاصه على بالكم. هاد الانترفيو جلي تخادوي سا ما بخي شحال درنا فونفي سا ما بخي واحد 4 موا جي مي لي سو تيتر جلي تخادوي افيك لا فوا اوسي دونك اي جي في لو مونتاج شبا بزاف فيها دي ايماج اكسكلوزيف تاع ميهو ايوا فيها كلش فيها رب المايك فيها الور هادي غير يقولوا لو بوشيب لازم تجرو تروحوا تشرو باش تشوفوا الحقائق والملحدين هذو كاع غادي يتخبوا كاع شفتهم كاع راني عطيت كاع اساميهم بون تبعوا الناس تبعوه جو بونس راه في البروفايل تاعو حط اليوتيوب في البروفايل الناس نو وانا حايطه هاوني فوالا راه في البروفايل تاعو راه حاط دخلوا غير البروفايل تاعو غادي تلقاوه وراه كاع هذو تاع اللي جاوني بالتهديد بالسلاح وكلش الناس راه حاطهم ودير وسيلة صلف واللي مديت في حياتي كاملة ستي خطرة عشاها لي جاك حكيت قصتي خروج من الإسلام ما كنت نكذب كاع كذبت عليه كاع واش قلت كاع كذب وهو وناس وإكس الأخت هذيك اللي معاه درت معاه ما انترفيو مي أوترومون جامي هدرت معاه ميرسي على لا بيبليسيتي و ميرسي بوكو أ توا ميهو ميرسي من أمور لوسيفر هيا يعطيك الصحة ميرسي سلام وين العقد يا ناس وين خويا تفضل خويا سقسيك معليش ياسر ان شاء الله بربي ها جيت فايت نصيب اللايف ومش عارف ودير وحده ولا حاجه موراك الحاد وملحد والانتشار الالحاد مش عرفت هي تاي ملحد ولا واش اعوذ بالله لا هذا لوسيفر ملحد وتايا انايا انا نص في الاسلام ونص مرتد ميهوب ميهوب بوشامة سقسي تعلق بهذا واش معناتها من الاصل تاعو من الجذور وكاع ماكش بسقسي عليهم لا بوشامة تعرفش لي غاسين تاعك من جهه هذا بوشامة من جهه صح ماكش عارف والله ماني عارف من جهه صافي سقسيك على راك ملحد 1300 وما قالك متدو في الذنوب سقسيك انت يا كيف حتى راك ملحد انايا واه انا لا ديني ماشي ملحد انا نص مسلم ونص كافر لا لا هذيك كاع ماكش من هذه كيفاه والله لا مرتد كي تراك تتمشى حتى كيما كتفيك صافي الطريق غير جاو داو كل لا انا مرتد تكمل. انا مرتد مسلم صح هذا لوسيفر لا ماكش مرتد كيف مرتد هذه صحابي سقسيك دوك انا لو كان نقول لك انا ماني شايفك ما نعرفك ما تعرفني لو كان نقول لك اش عندك فما في الدار ومنا واش عندك وقاعد تامني بيان سير نأملك كي انا كي درت لك فما الدار تاعك وكي درت لك صوالحك خزانتك كي درت انايا ايوا على كون تقول لي دوك نأملك دوك نشهد باللي العقيده لا 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 ما تأمنش كيف لازم هذه تسمى راهي في المعجزه الا كون قلت لك الدار تاعك اش فيها ومنه وانت راك في بلاد وانا في بلادي تسمى راهي في المعجزه هذه هنا خلاص غادي نشهد باللي العقيد هو الله
لا لا ما حاشا، انا يا عبد ضعيف، بصح ربي سبحانه وش قال؟ قال والسماء والطارق النجم ثاقب. ها ها فسرها لي اختا ملحد. أعوذ بالله، وشنو هذه؟ بكاش اعوذ بالله، هذه كلام ربي. وشنو هذا النجم تاعك؟ والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب. هذا راه جاي في السماء، هذا وني النجم والطارق هذا اللي نهضروا عليه. هذا كاين واحد ملحد اكثر منك، تاب هذا التبهل اللي راك بيه وهذا الصوالح اللي راك بيهم، كي يطلع للسماء وما طلعش غير هكاك، ما طلعش غير هكا للسماء. باش طلع للسماء، باش طلع للسماء على بالك راهي علم، وهذا العلم راه كاين في القرآن. كيفاش البشر طلعوا للسما؟ انت راك تأمن بالخرافة تاع النازا بلي البشر طلعوا للسما؟ هاودي هاو يطلعوا باش يطلع. قال لك ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. السماء باش تطلع للسماء لازم كاين بيبان، مش غير واحد طلع كيما راك تنفما وطلع للسماء. كاين بلايص، كاين ملحد اكثر منك. استنى ليا هاو شنو نقول له. قلت لك انا باش نقول لك واش عندك فما في الدار. يسمى راهي المعجزه، انا ما عارفك ما تعرفني، ما نعرفك ما تعرفني، سبحان الله. نقول لك اش عندك البابا كي داير الخزنه مناش عندك بالشومبرا. يسمى راهي المعجزه. وربي واش قالنا؟ ربي قال لي بلي عندك خزنة. لا لو كان يقول لك هذا مثال بسيط، انا نهضر معاك بركه ما تبهلل، انا نهضر معاك انا، هذا مثال بسيط. معليش انا فهمت ايه، ايه. بصح ربي سبحانه في القرآن راه يقول لك والسماء والطارق. معليش وهذا ها خليه يكمل، خليني يكمل باش تكون ملحد، باش تكون واش ملحد هذه الالحاد. حاب نسكتك ولا حاب نهضروا بشوية؟ لا لا انا نهضر معاك، انا يا أما لا نهضر نهضروا معاك، بشوية. انا نهضر معاك الملحد. وهذا 1400 راهم يدوا في الذنوب معاك. خليني فهمك هذا الالحاد يا وردي. معليش خلاص غادي نسكتك. شوف لا حبيت نغلق لك المايك ولا حبيت نحكوا غير لا لا سكت. نخرج ديرك يا تسرد لي، اخرج ديرك تمو. راك ملحد يا اخي، راك انت راك تقصف. راني شوفك راك تقصف بدون علم. معليش دوك نقول لك، كاين واحد المئات ألف اللي جاوا قبلك بهذا الجهل هذا. بون نروحوا نقطة بنقطة. والسماء والطارق، نروحوا نشوفوا علم الأثر اللي نعتمدوا عليه احنا أهل السنة والجماعة. نروحوا نشوفوا شيخ مفسرين الطبري، شيخ واه المفسرين ابن كثير، شيخ المفسرين البغوي، القرطبي، سعدي، الجلالين، زمخشري. كيفاش يفسروا هذه الآية هذه؟ حاول دوك باش تسقسي دوك. راني في الارض انا كي داير في السلا، بس على طلعوا للسماء وشافوا هذا السماء هذا وطارق، طلعوا للسماء وباش خرجوا. قلت لك في حسابات باش خرجوا. قبل ما نروحوا، قبل دوك نروحوا، دوك نروحوا اللي طلعوا للسماء، دوك واه ما كانش مشكل. دوك نروحوا لهذا الحمار هذا. نازا معليش نازا معليش اسكت. صح درتو حمار دروك يسمى. هذا الحمار هذا اللي كذب عليك وحشاها لك ورسل لك عنا اليوم، غادي تحشم انك طلعت وقلت هذا الكلام هذا. راح لا رحت اخويا، عاود طلع عاود طلع عاود طلع عاود طلع. انا حبيت نروح معاك ايطاب بايطاب. بريمير مون نروح نشوفوا التفسير تاع الطبري وابن كثير الا يقول نفس الكلام اللي تقول فيه، وبعدين نشوفوا هذا الكلام هذا اللي تهضر فيه اذا كاين منه ولا ما كاينش. عاود طلع خويا عاود، بالك رحت له بالك جه تليفون، عاود طلع وكتصرف يا ربك. قولوا سمعوا كلام جاي عاود فيه يا ودي. هذا اللي يجيبوا الطريق ما علاش ما معناش باللي حاكم المرطو يبدا يطبطب. الطريق ما عنده يتلألأ، معنى تاعو راه شاعل الصباح. اوكي نجم الطريق، روحوا قراوا العربيه، قراوا التفاسير المعتمده تشوفوا. سان فو با دير باللي حاكم المرطو بدا يطبطب، ما عندهاش يطبطب. ويلا راك تهضر على لي بولسار، لي بولسار هادو اللي اكتشفتهم لا نازا، ما راهوش الصوت اللي دارته لا نازا. هذاك الصوت سي اون تراديكسيون برك، باسكو السلام سي دي عليكم. بولسيون، باسكو سي دي بولسيون الكترومانيتيك، وما عندهمش الصوت، هي لا نازا برك اللي دوراتهم. اوكي سهله، روحوا حوسوا الطارق معناتها يتلألأ يشعل هذا مكان. ميرسي، علاه رحت عاود طلع خويا؟ انا نهضر عليك انت، نهضر على الناس. شكون هي؟ لا لا هضرتي على يما، سبيتي يما. يا جماعه فهموني، شكون هي ميا خليفه؟ قولي لها هي اللي تعرفها شكون بابا، تعرفها. شكون ميا خليفه هذه؟ ما فهمتش علاش، ما فهمتش علاش لوسيفر داها سبه. واش معناها شكون هذه ميا خليفه؟ قلت لك واحده من زوجات الرسول. واحدة من زوجات الرسول، ما نعرفهاش شكون هي هذه. راكي تسقسي على مايا خليفه، واحده من عائله ميهوب. شكون هذه؟ شكون؟ واش تكون؟ واش دير؟ علاش لا فامي تاع ميهوب؟ لا فامي تاع ميهوب نو، تبان لي طفله صغيره ميهوب. باينه طاغيه
انا تبان لي طفله صغيره طغات على كاين الوحده من لا فامي تاع مي هوبا جو بونس با دونك علاش سمعوا لا لا تفضلي لا 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 اي اي لا لا راكي معنا لا لا تفضلي كي دايره راك لاباس لاباس اختي دابا هي كنت موحد وشنو دخلك اشنو تابع الاسلام اش تعلم وشنو؟ ياك انت موحد وسير دبر على الالحاد ديالك وشوف اش كاين ما هو جديد في الالحاد باش تابع عائشة لا تقدري تخرج ما يفتح لينا تكمل مع لالا ها؟ ما فهمتكش لالا ما هو شكل الارض بالنسبة ما هو شكل الارض بالنسبة لك؟ ها؟ شكل الارض بالنسبة لك انت شكل الارض ماشي مهم علاش؟ ماشي مهم ماشي مهم عادي جد رب غرب حرقتك انت يا عمرو يا عمرو الهضره اللي يهضروها الجمله حرقتك انت يا هل دابا راسك انت راس قارو عليها عليها برك ما نقدرش نكون يعني ستيبيد بيبول زوج وحده وخطره الاولى باقي لنا كاين بزاف الجمله اللي يقولوها الاولى والجواب على شكل الارض برك ما سبحان الله الجمله اللي يقولوها الاولى تعرف بلي هاد الناس يعني حمقى تماما شكون الاولى يسرى ولا ليندا يسرى مساء النور مدام يسرى يسرى فتحي المايك تاعك السلام عليكم وعليكم السلام مدام تفضلي انا والله غير انتباهي راح لواحد النقطه النسرين كانت الفوق ولوسيفر اكتشف من لا فاسون تاعها انها انسانه صغيره في اللاج سما تقعد تتحاول زعما انت ماني فو فور مدام مدام اوصفو 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 شوفي انا قلت لك لوسيفر سي با سا على بهامي هو مو جو جير الوقت شوفي كيفاش يطيحوا على الغا يسيدو ماهيش صغيره مدام ولا صغيره غادي نعلمك حاجه سي بور سا لوسيفر يلفو جامي بس شوفي الى صغيره انا ما نعرفش لوسيفر اي تبان كبيره في التيك توك كي تدخل شوفي غادي نفهمك ما هذه الاخرى باش نفريها دروكا بس كي داخله تصيدي بس ما كاينش مشكل دوك نحكوا على النصوص في التيك توك كي تدخل تسيني باللي راك اكثر من 18 انا اللايف تاعي مكتوب 18 صافي دير هذه البنت هذا الا كذبت سي لافوت نتاعها الحاجه الزوجيه الا كذبت هي صغيره ثاني لافوت تاعها والديها وانا راهم باسكو نورمالمون والديها هما اللي ريسبونسابل على بنت الا كان دي سايز ولا دي سلو. انا جدوت جسي باللي هي كبيره الور هذه تاع زعما طلعوا مينار وكلش ما نحبش نقولها باسكو ما منشك فيها نورمالمون لوسيفر ترسل لي ميساج اون بريفي جو مون فو ترسل لي هذا يا صغيره مي هو سا ان فو با دير مينور انا تبان لي صغيره دون لو سونس وي فوالا هما يسيدوا عارف هذو الناس هذو انا قلت لك شاك فوا جو سي هاد الناس هذو يسيدوا غير في الخطر الور مدام يسرى انت مسلمه سنيه الحمد لله الحمد لله دوك نشوفوا الا انت مينا صح نسالك سؤال انت ميهوب بيان سور نسالك بك سؤال بسيط بيان سور مدام مادام انت ملحد علاش تقول الحمد لله واستغفر الله اكسيتيرا برافو مدام غادي نجاوبك الاولى باني انا كبرت في هذه الجوامع كبرت في هذه الاخرين يعني ما نشب على شيء نشب عليه والحاجه الزوجه نبغي نتقعد بالله والرسول باسكو هادو هما خرافه وهم سا اكزيست با ونبغي نتقعد بهم خاصة هذوك الناس اللي تبعوهم مساكين ويخافوا من عذاب القبر عزرائيل سكرات الموت علقوا الصوت حتى يراه البيت قالوا المدام وش رايك في رجل سؤال ان دوري سؤال بسؤال وش رايك في رجل يضرب امراه نو سوري يعني ما نقدرش نتناقش مع واحد يحكي بلا فاسون هذه خرده كيما انت خايفه ميرسي مدام طلعت برك باش تسيد